أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بيكم. حلقة جديدة من مدرسة على الهوى، مادة الفيزياء ثانوية عامة. أيضا أهلا بيكم كل طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية، بل أهلا بيكم كل أفراد الأسرة المصرية. يا رب دايما بخير، إن شاء الله تكون حلقة مهمة مفيدة بالنسبة ليكم، وربنا يا رب يبارك في الوقت. احنا اخر حاجة خدناها، خدنا مولد التيار المتردد. كان الجهاز ده بيقوم بتحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربائية. كان بيعتمد على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي المؤثرة على الاضلاع الطويلة لملف مستطيل من سلك نحاسي معزول يدور حول محور موازي طوله. كان شكل التيار الناتج من الدينامو تيار بيبدأ من صفر، يوصل قيمة عظمى، يعود إلى الصفر، يغير اتجاهه ويوصل قيمة عظمى، ثم يعود إلى الصفر مرة ثانية، يعني غير ثابت الشدة وغير موحد الاتجاه. التيار ده عايز أعدل شكله. الأول عرف التيار المتردد، هو تيار بيبدأ من صفر، يزيد ويوصل قيمة عظمى، ثم يعود إلى الصفر في النصف الدور الأول، ثم يغير اتجاهه في النصف الدور الثاني ويوصل قيمة عظمى، ثم يعود إلى الصفر، هكذا كل دورة، يعني غير ثابت الشدة وغير موحد الاتجاه. التيار ده لا يمكن قياسه بواسطة الجلفانومتر الحساس، لا يمكن قياسه بواسطة الأميتر ذو الملف المتحرك. طب قول لي إيه السبب؟ لأن هذا التيار يغير من اتجاهه كل نصف دورة، ويغير من قيمته كل لحظة، يغير من اتجاهه كل نصف دورة ويغير من قيمته كل لحظة، في حين الجلفانوميتر أو الأميتر ذو السلك الساخن بيعمل إيه؟ يعتمد فكرة عمله على ثبوت المجال المغناطيسي وعزم الازدواج. وده ممكن يجي لي سؤال، التيار ده رقم واحد ده ماله؟ ده تيار متردد. طب عرفولي غير ثابت الشدة وغير موحد الاتجاه. طب قول لي صفاته، يغير اتجاهه كل نصف دورة ويغير قيمته كل لحظة. هذا التيار لا يمكن قياسه بالجلفانومتر ذو الملف المتحرك أو بالأميتر ذو الملف المتحرك، لأن الأميتر بيعتمد في فكرة عمله على ثبوت المجال المغناطيسي وعزم الازدواج، في حين هذا التيار يغير اتجاهه كل نصف دورة ويغير قيمته كل لحظة. تمام. فيه أشياء كتير جدا في الحياة العملية مش ممكن تشتغل على تيار متردد. بمعنى ايه؟ عمليات الطلاء بالكهربية. فرضا انا عندي معلقة وعايز اطليها بالذهب، حاجة سهلة كده. هنجيب احد محاليل الذهب ونحط المعلقة تعمل كمهبط ونخلي المصعد مصنوع من الذهب. هبدأ ارسب من المصعد، افصل من المصعد وارسب على المعلقة. يبقى في عمليات الطلاء بالكهربية الحاجة اللي انا عايز اطليها بخليها مهبط، والمادة اللي عايز اطلي بيها اخليها مصعد. بيحدث تفاعلات كيميائية بتعمل ايه؟ تفصل طبقة من المصعد اللي هو الذهب ونرسبها على المعلقة عشان اطلي المعلقة بالذهب. يبقى انا محتاج المعلقة تبقى مهبط ومحتاج الذهب يبقى مصعد. لو انت مشغل تيار متردد في النصف الدور الاول هيبقى المصعد مصعد وهيبقى المعلقة مهبط. في النصف الدور الثاني هو هيغير اتجاهه، لما يغير اتجاهه يعكس، فتخلي في النصف دورة التاني المعلقة بقت مصعد والذهب هو اللي بقى مهبط. فاللي انت رسبته في النصف دورة الاول راح ترجع تفصله تاني في النصف دورة التاني. لو قعدت 3-4 ايام بالشكل ده عمرك ما حطيت المعلقة بمين؟ بالذهب. عشان اطلي انا محتاج تيار موحد الاتجاه، محتاج تيار موحد الاتجاه. هترد عليا وتقول لي ايه؟ طب ما انت عندك تيار مستمر، ما تطلب التيار المستمر. أجهزة توليد التيار المستمر غالية التمن، غالية التكاليف، باهظة التكاليف. فعشان كده أجهزة توليد التيار المتردد رخيصة التكاليف،
سهلة رخيصة ممكن نحصل عليها بثمن أقل، بس لازما بعد ما توحد اتجاهه. يعني ايه؟ عايز تخلي التيار يمر في اتجاه واحد، تعالى معايا انا عايز نحوله الى الشكل رقم اتنين ده، عايز نخلي التيار موحد الاتجاه. الشكل رقم واحد ده على فكرة كان تيار متردد، الشكل رقم اتنين ده تيار موحد الاتجاه، انا عايز احصل على تيار موحد الاتجاه، عايز احصل على تيار موحد الاتجاه، عايز نحول من رقم واحد ده لرقم اتنين. بس على فكرة رقم واحد ده ورقم اتنين ده انا ما اقدرش اقيسهم برضو بالجلفانومتروز الملف المتحرك، لان التيار هنا شدته غير ثابتة، يغير شدته كل لحظة، ومن ثم برضك لا يمكن قياسه بمين؟ بالجلفانوميتر. هنتكلم بعدين، بس تعال معايا ازاي نحول من الشكل رقم واحد للشكل رقم اتنين. رقم واحد ده اسمه تيار متردد، رقم اتنين اسمه تيار موحد الاتجاه. ازاي تحول من رقم واحد ده الى رقم اتنين؟ يلا بينا سوا. رقم واحد ده كنت بجيبه من مولد التيار المتردد، انا عايز اغير الكلمة دي اخليها مولد التيار الموحد الاتجاه. يا سلام، يبقى انت غيرت من كلمة تيار متردد الى تيار موحد الاتجاه، يبقى انت بتغير من الشكل واحد ده للشكل اتنين. ما هي التعديلات التي ادخلت على مولد التيار المتردد كي يصبح موحدا للاتجاه؟ ما هي التعديلات التي ادخلت على مولد التيار المتردد كي يصبح موحدا للاتجاه؟ بناخد حاجة مهمة اسمها المقاوم المعدني. مين المقاوم المعدني ده؟ ده اسطوانة نحاسية، اسطوانة نحاسية شقت شقا طوليا الى نصفين معزولين عزل تام. من هو المقاوم المعدني؟ اسطوانة نحاسية جوفاء شقت شقا طوليا الى نصفين معزولين عزلا تاما اكس وواي. طب ما تيجي نسهل الكلام كده، من هو المقاوم المعدني؟ اسطوانة نحاسية جوفاء شقت شقا طوليا الى نصفين بينهما مسافة فاصلة. اسطوانة نحاسية جوفاء شقت شقا طوليا الى نصفين معزولين بينهم مسافة فاصلة. انا عشان نحول من شكل واحد ده لشكل اتنين ده، عايز احول من مولد تيار متردد لموحد الاتجاه، هستخدم الشكل رقم ثلاثة ده. طب مين الشكل رقم ثلاثة ده؟ المقاوم المعدني. مبدئيا ما وظيفة الاسطوانة المشكوكة؟ ما وظيفة الاسطوانة المشكوكة وأين توجد؟ الاسطوانة المشكوكة دي محرمة على مولد التيار المتردد. الاسطوانة المشكوكة دي موجودة في كده التيار الموحد الايه؟ اتجاه. يلا بينا، ايه وظيفتها؟ توحيد اتجاه التيار في الدائرة الخارجية. يلا معايا بقى نعرفكم ازاي الاسطوانة المشكوكة دي هتوحد اتجاه التيار في الدائرة الخارجية. راجعوا معايا، مولد التيار المتردد ده عبارة عن عضو الانتاج الكهربي، كان ملف مستطيل من سلك نحاسي معزول مكون من لفة واحدة له قلب من الهواء. ملف مستطيل من سلك نحاسي معزول مكون من لفة واحدة له قلب من الهواء، ده في حالة مولد التيار البسيط، تمام، او مكون من عدد كبير من اللفات ماشي ملفوف حول قلب معدني على اسطوانة من الحديد المطوع مقسمة الى شرائح معزولة للحد من التيارات الدوامية بيدور حول محور موازي طوله، تمام. وكان ادي مين؟ كان ادي قطبي المغناطيس المقعري الوجهين. قطبي المغناطيس المقعري الوجهين ليه دول يا جدعان؟ لتجميع وتركيز المجال وجعله على هيئة أنصاف أقطار. تجميع وتركيز المجال وجعله على هيئة أنصاف أقطار، تمام. احنا كده خدنا حاجتين، خدنا عضو الانتاج الكهربي، تمام، وخدنا مين بقى كمان؟ وخدنا مين؟ قطبي المغناطيس المقعري الوجهين. خلي بالك هنعمل ايه فيه؟ تم استبدال، انتوا فاكرين الحلقتان المعدنيتان، تم استبدال الحلقتان المعدنيتان بمين؟ باسطوانة
نحاسية، خلي بال، شقت شقا طوليا إلى نصفين معزولين عزلا تام. تم استبدال الحلقتين المعدنيتين بمين يا ترى؟ بالراجل ده. طب اوصف لي الراجل ده. تم استبدال الحلقتين المعدنيتين باسطوانة نحاسية شق جوفاء شقت شقا طوليا إلى نصفين معزولين بينهما مسافة فاصلة. الله عليك. بحيث ايه؟ مهم الشرط ده. قدامك ثلاث حاجات تقولهم، بحيث يكون الخط المستقيم الواصل بين نصفي الاسطوانة محور دوران الملف ينطبق على محور دوران الاسطوانة. تمام. توضع بحيث يكون الخط المستقيم الواصل بين نصفي الاسطوانة موازيا خطوط الفيض المغناطيسي، او توضع بحيث يكون الخط المستقيم الواصل بين نصفي الاسطوانة بوازي خطوط الفيض، او ينطبق محور دوران الملف على محور دوران الاسطوانة. تمام. او تقول بحيث يكون محور دوران الاسطوانة عمودي على الخط الواصل بين نصفي الاسطوانة. اي واحدة منهم التلاتة صحيحة. تعالوا معايا، سمي الرحمن كده واكتب لي سؤال: ما هي التعديلات التي ادخلت على مولد التيار المتردد كي يصبح موحدا للاتجاه؟ ما هي التعديلات التي ادخلت على مولد التيار المتردد كي يصبح موحدا للاتجاه؟ جملة واحدة: تم استبدال الحلقتان المعدنيتان. تم استبدال الحلقتان المعدنيتان باسطوانة نحاسية جوفاء شقت شقا طوليا إلى نصفين بينهما مسافة فاصلة. تم استبدال الحلقتان المعدنيتان باسطوانة نحاسية جوفاء شقت شقا طوليا إلى نصفين بينهما مسافة فاصلة. توضع بحيث واحدة من ثلاثة. يتقول الخط الواصل زي ليه قلم كده اهو، الخط الواصل يبقى ايديا دي مثلت نصفي الاسطوانة بينهم مسافة. توضع بحيث الخط الواصل بين نصفي الاسطوانة ده يكون موازيا خطوط الفيض المغناطيس، تاخد الدرجة كاملة. او توضع بحيث يكون محور دوران الملف ينطبق على محور دوران الاسطوانة. شايفين القلم كده؟ ده يمثل محور دوران الملف وفي نفس الوقت محور دوران الاسطوانة. يبقى يتقول توضع بحيث يكون الخط الواصل بين نصفي الاسطوانة موازين خطوط الفيض المغناطيسي، او تقول توضع بحيث ينطبق محور دوران الملف على محور دوران الاسطوانة، او تقول توضع بحيث يكون محور دوران الملف عمودي على الخط الواصل بين نصفي الاسطوانة. اي واحدة من التلاتة ثانوية عامة، ثانوية عامة، اي واحدة من التلاتة بس قولها فانا هتفق معاك. توضع بحيث يكون الخط المستقيم الواصل بين نصفي الاسطوانة موازيا خطوط الفيض المغناطيسي كي ايه؟ تتلامس الفرشتان مع نصفي الاسطوانة. امتى؟ عندما يكون مستوى الملف موازي المجال، كي تتلامس الفرشتان مع نصفي الاسطوانة عندما يكون مستوى الملف موازيا المجال. تمام. بينما تتلامس الفرشتان مع المادة العازلة عندما يكون مستوى الملف عمودي على المجال. ده مهمة. طب استنى، انت قلت لنا في الاخر كلمتين جمل قوي، قلت توضع بحيث يكون مستوى الملف لما يكون مستوى الملف موازي المجال الفرش تلامس نصفي الاسطوانة. هتقول هتنساها؟ طب انا جايز انساها. لا، هفكرك. لما يكون مستوى الملف موازي المجال بيكون معدل قطع الفيض اكبر ما يمكن، فتبقى قفض الكف المستحس اكبر ما يمكن. يعني امتى بيبقى فيه تيار اكبر قيمة له في ملف الدينامو؟ لما يكون مستوى الملف موازي المجال. انا عايز اخد التيار ده، فساعتها تتلامس الفرشتان مع نصفي الاسطوانة. تمام.
طيب لما يكون مستوى الملف عمودة على المجال يبقى الملف ما فيهوش تيار، ساعتها الفرشتان تلمس المادة العازلة. ده إجابة سؤال مهم، اذكر التعديلات التي أدخلت على مولد التيار المتردد كي يصبح موحدا للاتجاه. هتقول لي تم استبدال الحلقتان المعدنيتين باسطوانة نحاسية جوفاء شقت إلى نصفين بينهما مسافة فاصلة توضع بحيث، خليك فاكرني، يكون مستوى الملف أو يكون خط الفيض موازي للمسافة بين نصفي الاسطوانة كي تتلامس الفرشتان مع نصفي الاسطوانة، عندما يكون مستوى الملف موازي المجال ولمس المادة العازلة، أما يكون مستوى الملف عمودي على المجال. خلي بالكو، تعال نقوله تاني. عضو الانتاج الكهربي، شوف بقى، شوف انا قد ايه عايزك تركز معايا والنبي. ملف مستطيل يا ترى من مين؟ من سلك نحاسي معزول، تمام، مكون من لفه واحده له قلب من الهواء، سامعينك، ده في حاله مولد بسيط، او مكون من عدد كبير من اللفات ملفوف حول قلب معدني على هيئه اسطوانه من الحديد المطاوع السيليكوني مقسمه لشرائح معزوله عزل تام للحد من الثلاثه الدواميه. قصدت ان انا اكررها كتير، اهم حاجه يدور حول محور موازي طوله، ده اسمه مين؟ ده عضو الانتاج الكهربي. كلامك جميل. بعدين عندك قطبي مغناطيس مقعري الوجهين، تمام. ليه بقى دولت مقعري الوجهين؟ لتجميع وتركيز المجال وجعله ثابتا على هيئة أنصاف أقطار، تمام. ده كان اسمه عضو الانتاج الكهربي. واتجاه المجال بيجي من النورث للساوث، من الشمال إلى الجنوب. تم استبدال مين يا ترى؟ الحلقتان المعدنيتان، قول انت، طب قول كده، سمعني، بمين دي؟ ايوه سامعك، بمين؟ اسطوانة. الاسطوانة دي من مين؟ من نحاس. طب مجوفة؟ اي مجوفة. شقت شقا طوليا؟ ايوه، بالسكينة الى نصفين معزولين عزلا تما. اهو ينتهي طرفي عضو الانتاج الكهربي بالاسطوانة النحاسية المشقوقة اللي شقت شقا طوليا الى نصفين معزولين عزلا تما، تمام. توضع بحيث الخط الوهمي ده، الخط الوهمي ده شايفه اللي بالاحمر الخفيف ده، يكون موازيا خطوط الفيض المغناطيسي. طب عشان ايه؟ عشان تتلامس الفرشتان مع نصفي الاسطوانة عندما يكون مستوى الملف موازي المجال ولمس المادة العازلة، اما يكون مستوى الملف عمودي على المجال. وادي بقى الفرشتين اهوت، وادي وصل هنا بقى بمين اهو؟ بمين؟ بالدايرة الخارجية. ادي الفرشة اف 1 الفرشة اف 2، تمام. بس خلي بالكم من حاجة، شوف انا كاتب هنا على الشمال A B C D، ده هيجي هنا، اوبا، ايوه، عشان نشتغله بقى الشغل الكبير الجامد. انا بقى لازم ارسم الرسمتين، ده اسمه النصف الدور الاول وده النصف الدور التاني، تمام. يلا بينا بقى سوا نفهمه انا وانت ازاي نصفي الاسطوانة دول هيوحدوا اتجاه التيار في الدائرة الخارجية، ازاي نصفي الاسطوانة دول هيوحدوا اتجاه التيار في الدائرة الخارجية. يلا بينا نفتكر سوا قاعدة فيلمينج لليد اليمنى. اذا جعلت الابهام والسبابة والوسطى لليد اليمنى متعمدة، اذا جعلت الابهام والسبابة والوسطى لليد اليمنى متعمدة، وكان الابهام مع اتجاه الحركة والسبابة مع اتجاه التيار، فإن الوسطى ده يشير إلى اتجاه التيار المستحس المتولد في سلك. عندي قاعدتين لتحديد اتجاه التيار المستحس، قاعدة فيلمينج اليد اليمنى خاصة بتحديد اتجاه التيار المستحس في سلك بيتحرك في مجال مغناطيسي منتظم، أما قاعدة لينز تحديد اتجاه التيار المستحس بس في ملف. هنا بقى تعالوا معايا، A B ده سلك يا شباب، و C D ده سلك.
انت هتفترض وانت بتشرح العمل اللي انا عرفت انه كلكم متضايقين منه. لا ما تضايقش خالص، افرض بفرض ان الضلع اي بي ده ماله صاعد، كلامك حلو، صاعد يعني طالع لفوق، صاعد دي اتفقنا، يا اما بعمله ايه نقطة كده وحواليها دايرة، ده صاعد يبقى ده عمود على الورقة وللخارج، يبقى انا عامل ده صاعد اهو تمام، يا اما تعمله لي لفوق كده والله ما تزعل نفسك اهو، ده كده هيبقى عمودي على الصفحة وللخارج، ده هيبقى عمودي على الصفحة وللداخل، يبقى كروس كده وعليه دايرة اهو، ادي الكروس اهو وادي الدايرة، يبقى ده لاسفل. هتقول لي فرض ان الضلع اي بي صاعد عمود على الورقه والى الخارج، يبقى ادي الابهام اهو عمود على الورقه طالع من الورقه، وادي السبابه مجال يكون الوسطى تيار، فيكون اتجاه الضلع اي بي الى اسفل. سمو الرحمن، شرح العمل في النصف دورة الاول بفرض ان الضلع اي بي صاعد، فحسب قاعده فيلمنج اليد اليمنى يكون تياره الى اسفل تمام، والضلع بقى سي دي هيبقى هابط، يبقى انا بلف كده اهو، هات تمام هايل عظيم، هات ايدي كده بلف كده، يبقى ده صاعد وده هابط، فهنا السبابه الاعلى، هنا السبابه الى اسفل، يبقى هنا هيبقى مين يا ترى؟ هيبقى التيار سي دي ده الى اعلى. قولوا في النصف دوره الاول بفرض الضلع اي بي صاعد والضلع دي سي هابط، الضلع اي بي عمود على الصفحه وللخارج طالع لي من الصفحه، فيكون حسب قاعده فيلمنج تيار اي بي الى اسفل، وسي دي هابط يبقى تيار دي سي الى اعلى، فيكون اتجاه التيار في الملف من بي الى اي تمام الى دي الى سي، التيار بره بي اي، التيار داخل ملف بي اي دي سي، من بي لاي لدي الى سي. طب يلا نطلع التيار في الدائره الخارجيه كده، ادي بي اي اهو هيدي النص واي للفرشه اف 2 للفرشه اف 1، فيبقى اتجاه التيار في الدائره الخارجيه من اف 2 الى اف 1. قول تاني في النصف دوره الاول بفرض الضلع اي بي صاعد عمود على الصفحه وللخارج، والضلع سي دي هابط عمود على الصفحه وللداخل، فحسب قاعدة فيلمنج اليد اليمنى اهو الابهام حركة السبابة مجال، يبقى الوسطى تيار، يكون تيار الضلع اي بي الى اسفل، وحسب قاعدة فيلمنج اليد اليسرى يكون تيار الضلع دي سي الى اعلى، اي ان اتجاه التيار في الملف بي اي دي سي، بي اي دي سي في الدائرة الخارجية اصبح من اف 2 الى اف 1 تمام. في النصف الدورة التاني بقى خلي بالكو، ده النصف الدورة الاول اللي على يميني، النصف الدورة التاني اللي على شمالي، نصف الدورة التاني كل ضلع يحل محل الاخر، هنا كان اي بي جه هنا دي سي، كل ضلع يحل محل الاخر، والنصف اكس جه محل النص واي، دي كانت واي هنا بقت اكس، ويكون الضلع بقى دي سي هو اللي صاعد تمام، يعني عمود على الصفحة والخارج، والضلع اي بي هو اللي هابط عمود على الصفحة وللداخل تمام، فحسب قاعدة فيلمنج اليد اليمنى هيبقى تيار الضلع دي سي الى اسفل، وتيار الضلع اي بي الى اعلى، غششوني، يكون تيار الضلع سي دي الاسفل، تيار الضلع اي بي الى اعلى، قول معايا في النصف دورة التاني يحل كل ضلع محل الاخر، والنصف اكس يحل محل النصف واي، يصبح الضلع سي دي عمودي وعلى الصفحه والخارج يعني صاعد، والضلع اي بي هيبقى هابط، فحسب قاعده فيلمنج اليد اليسرى يصبح تيار سي دي الاسفل، هنا كان لاعلى يا وحش عشان كان هنا هابط هنا صاعد، وتار الضلع اي بي الى اعلى، فيبقى اتجاه التيار بدل ما كان بي اي دي سي العكس بقى سي قول دي ها اي بي، يعني عكس اتجاهه، كان بي اي دي سي العكس صبح سي دي اي بي. طب مشي بقى في الدائره الخارجيه، ما هو المره دي سي دي برضه هيدي اكس، بس اكس هتدي اف 2
ودي اف 1، يبقى برضه في نصف الدوره الثاني مشي من اف 2 الى اف 1. ارجو بقى تكونوا فهمتوا ان نصفي الاسطوانه، ودي موضح سؤال ثانويه عامه، نصفي الاسطوانه المشقوقه توحيد اتجاه التيار في الدائره الخارجيه، توحيد اتجاه التيار في الدائره الخارجيه. يبقى لو جه قال لي ما وظيفه الاسطوانه المشقوقه في مولد التيار الموحد الاتجاه، توحيد اتجاه التيار في الدائره الخارجيه، اتغير، بدل ما كان تيار متردد اصبح تيار موحد الاتجاه لكنه غير ثابت الشده. شايفين رقم واحد ده الموجود جوه الملف، رقم اتنين ده الموجود في الدائره الخارجيه. يبقى تسالني كيف تحصل على التيار اتنين من واحد عن طريق المقام المعدني باستبدال الاسطوانه ان بمين؟ استبدال الحلقتان المعدنيتان باسطوانه نحاسيه مشقوقه شقا طوليا الى نصفين بينهما مسافه فاصله، توضع بحيث يكون الخط المستقيم الواصل بين نصفي الاسطوانه موازي خطوط الفيض، بحيث تتلامس الفرشتان مع نصفي الاسطوانه عندما يكون مستوى الملف موازي المجال ولمس الماده العازله، اما يكون مستوى الملف عمود على المجال، فنحصل على تيار موحد الاتجاه غير ثابت الشده في الدائره الخارجيه. لو قال لك ارسم واشرح، لازم ارسم نصف دوره الاول نصف دوره الثاني. في نصف دوره الاول اي بي صاعد عمود على الصفحه والخارج، لا اصبح دي سي، نصف دوره الثاني هو حل محله بقى صاعد عمود على الصفحه والخارج، والعكس الضلع من بقى الثاني. تمام، يبقى ما وظيفة، ركز معايا بقى، الاسطوانة النحاسية المشقوقة في مولد التيار الموحد الاتجاه؟ الإجابة نص سطر، توحيد اتجاه التيار في الدائرة الخارجية رغم أنه ما زال مترددا في داخل ملف الدينامو. تمام، ايه رأيك؟ عايز أسألك سؤال، افرض جه قال لي علل وجود نصفي الاسطوانة بيوحد اتجاه التيار في الدائرة الخارجية، علل وجود نصفي الاسطوانة بيوحد اتجاه التيار في الدائرة الخارجية. بصوا لي كده، انا دايما بقول ايه، انا طالب، انا مانيش مدرس، طالب عايز معلومة سهلة افهمها اقدر اعبر عنها بسهولة اكتبها في بوكلت سطر ونص، هو حيديني سطرين، انا عايز سطر ونص صغيرين عينيا. لو جه قال لي علل اذا استبدلت الحلقتان المعدنيتان باسطوانه نحاسيه مشكوكه نحصل على تيار موحد الاتجاه في الدائره الخارجيه، علل غير اذكر وظيفه. لو قال لي ايه وظيفه نصفي الاسطوانه المشكوكه، كلمة واحدة، توحيد اتجاه التيار في الدائرة الخارجية، شكرا، خدت درجتي على فكرة، هايل. لكن علل أو فسر، تعالى يا وحش بقى، لأن كل نصف يحل محل الآخر، كل نصف يحل محل الآخر. طب ارجع بالذاكرة لورا، وأنت شغال قلت لي إيه؟ تم استبدال الحلقتين المعدنيتين باسطوانة نحاسية شقت شقا طوليا الى نصفين بينهما مسافه فاصله. تمام، قلنا ينطبق محورها على محور دوران الملف. يعني ارجو تفهموا الرسم بعد اذنك، دي ثانيه واحده كده، تبقى فاهم ان عندي هنا جزء بيدور وجزء ثابت. الجزء اللي بيدور حبايبي اللي هو عدو الانتاج الكهربي والاسطوانه المشقوقه، دول بيدوروا بنفس السرعه، بيدوروا مع بعض بالظبط، والثابت قطبي المغناطيس ومين؟ الفرشتين طبعا والدائره الخارجيه اللي هو مصباح انا عايز اشغله، مصباح. تمام، بتقول نتيجه دوران نصفي الاسطوانه مع دوران الملف يحل كل نصف محل الاخر عندما يحل كل ضلع محل الاخر. خليكم فاكرين، يحل كل نصف محل الاخر عندما يحل كل ضلع محل الآخر.
كل فوله ولها كيلها. الضلع ده يلف تمام وتلف معاه مين؟ الاسطوانه. هتقول علشان السبب، اذكر السبب العلمي، علل، لان كل نصف يحل محل النصف الاخر عندما يحل كل ضلع محل الاخر، وهذا يجعل احد الفرشتين، احدى الفرشتين موجب على الدوام والاخرى سالب على الدوام، فيمر تيار في اتجاه واحد في النصف الدور الاول والنصف الدور الثاني. اوزنوا الكلام وحطوه على ميزانه، راح تطب لو الناحيه التانيه ذهب. سيبك بقى من الكلام الكتير، لان كل نصف يحل محل النصف الاخر عندما يحل كل ضلع محل الاخر، وذلك كل نصف دور. كل نصف يحل محل الاخر عندما يحل كل ضلع محل الاخر، وذلك كل نصف دورة، وهذا يجعل إحدى الفرشتين موجب على الدوام والفرشة الأخرى سالب على الدوام، فيمر التيار في الدائرة الخارجية في اتجاه واحد. شكرا. أدي مولد التيار الموحد الاتجاه، وأعتقد ما عادش فيه مشاكل. طب الأسئلة بتاعته إيه؟ ما هي التعديلات التي أدخلت على مولد التيار المتردد كي يصبح موحدا للاتجاه؟ قلناه. ما وظيفة الاسطوانة النحاسية المشكوكة؟ قلناها. علل ليه الاسطوانة النحاسية المشكوكة بتوحد اتجاه التيار في الدائرة الخارجية؟ علشان كل نصف بيحل محل الآخر عندما يحل كل ضلع محل الآخر، وذلك كل نصف دورة، وهذا يجعل إحدى واحدة فيهم بس موجب على الدوام والأخرى سالب على الدوام، فيمر التيار في اتجاه واحد في الدائرة الخارجية. تعال بقى هنا عشان نأكد المعلومة بالنظر. في النصف الدورة الأول F2 موجبة، F1 سالبة. في النصف الدورة الثاني F2 موجبة، F1 سالبة. تمام. الضلع AB حل محله DC. النصف X حل محله Y. ده اللي أنا قلته لك. كل نصف يحل محل النصف الآخر عندما يحل كل ضلع محل الآخر، وذلك كل نصف دورة، مما يجعل إحدى واحدة فيهم الفرشتان موجبة على الدوام والأخرى سالب دايما، فيمر تيار في الدائرة الخارجية في اتجاه إيه؟ واحد. ده كان أول جزء من درسنا النهاردة اللي هو مولد التيار الموحد الاتجاه. طب السلام عليكم. أنت هنا اديتني تيارين، اديتني تيار متردد اللي هو بتاع مولد التيار المتردد، كان غير ثابت الشدة وغير موحد الاتجاه. ده كان ماله ده؟ ده كان عضو الانتاج الكهربي بتاعه. شفته بقى انا بركز معاك قد ايه، اعمل لك كل اللي انت عايزه، بس كان بينتهي بحلقتان معدنيتان، بينتهي بحلقتان معدنيتان اكس وواي. تمام. وكان هنا بقى الفرشتين اف 1 وكان اف 2 فكرنا كده، وكانت الدائره الخارجيه، وكان ادي قطبي المغناطيس. ايه الدلع ده؟ مفيش اكتر من كده دلع بقى. طيب اما التاني ده، ده كان تيار بقى ايه؟ موحد الاتجاه لكنه غير ثابت الشده، اسمه تيار مقوم. تيار مقوم. تمام. يبقى هنا كان في الزاويه 0، الزاويه 90، الزاويه 180، 270، 360. هنا كان نفس الزاوية صفر طبعا 90 وهكذا. شكله بقى كان عضو الانتاج الكهربي ده هو ما تغيرش. تمام. بس انت استبدلت مين بقى؟ الحلقتين المعدنيتين باسطوانة نحاسية. باسطوانة نحاسية. تمام. ادي بقى الفرشتين اهم، ماشي عمنا. وادي كان مين بقى يا ترى؟ كان قبي المغناطيس. ده اللي احنا عملناه، ده الرقم 1 2. طب احنا بقى رأيك لو سألتكم سؤال، ايه رأيك لو عملنا ايه؟ لو احنا فكرنا تفكيرة صغيرة، بعد اذنكم هاخدكم ثانية واحدة خارج الكتاب. انا طبعا ملتزم بالكتاب جدا جدا، بس هاخدك ثانية واحدة خارج الكتاب عشان اوصلك معلومة. ايه رأيك بقى لو طلع في دماغنا انا وانت نعمل ملفين متعامدين بالشكل ده،
بستأذن حضراتكم تسمحوا لي، خرجت بره الكتاب سنة، تمام؟ خرجت بره الكتاب ليه؟ عشان أخدمك، عشان عيونك أنت. هنجيبوا بقى ملفين، هيبقوا بقى الملفين دول متعامدين بالشكل ده، شايف كده؟ حب ملفين متعامدين بالشكل ده، الله، ملف ألف وملف ب، وآدي قطبي المغناطيس. والله كلامك حلو، بس ركز كده معايا وما تقلقش وما تستعجلش. هنا بقى هنلاقي لما يكون الملف ألف مستواه موازي خطوط الفيض، هيكون الملف ب مستواه عمود على خطوط الفيض. لما يكون الملف ألف مستواه موازي خطوط الفيض، يبقى ب مستواه عمود على خطوط الفيض، تمام. طب بس استنى، انت هنا كان عندك ملف واحد قسمته لنصين اكس وواي، هنا ما اقدرش اقسم نصين، هقسم اربع ترباع. ابا اربع ترباع، اه طبعا، عشان انت عندك ملفين، وبعدين هتوصل نهايتي كل ملف بربعين متقابلين. خليه رسم كروكي كده، لو ده الربع رقم واحد، ده الربع اتنين، ده الربع تلاتة، ده الربع اربعة. الفرش واقفة كده على طول اهي، يا سلام عليك، موازي يمين، موازي خطوط، يعني الخط اللي واصل بينهم موازي خطوط الفيض. هنا عملت ايه؟ الملف الف مستواه موازي خطوط الفيض، فيبقى فيه تيار، فنهايته اتنين واربعة دول لمسوا اف وان واف تو. طب بعد ربع دورة ب يحل محل الف، صح؟ ب ده متوصل بقى بمين ومين؟ موصل بواحد وثلاثة. احنا بنلف كده، بنلف كده، يبقى لما يكون مستوى الملف ألف موازي خطوط الفيض، كانت الفرش ملامسة اتنين واربعة اللي هم هياخدوا تيار من ألف. طب بعد ربع دورة ب يحل محل ألف، يصبح ب هو اللي موازي ألف، هو اللي عمودي، تمام. فتيجي واحد تحل محل اتنين، وتلاتة تحل محل اربعة، هيبقى شكل التيار بقى ازاي؟ اسمعوني، اللي بالاحمر ده هو تيار الملف ب، واللي بالازرق ده هيبقى تيار الملف مين؟ الف. خلي بالكو، انا بدأت الف قيمة عظمى، والف كان قيمة عظمى وب كان صفر، شكل بقى التيار في الدائرة الخارجية هيبقى كده. لو استخدمت مين بقى انا؟ ملفين متعامدين، التيار ساعتها مش هيصل لصفر. لو استخدمت ملف واحد قيمة عظمى صفر، لو استخدمت بقى ملفين متعامدين كده، التيار هيقل قيمة عظمى ثم يقل عن القيمة العظمى لكنه لا يصل الى صفر. يبقى عشان نمنع وصول التيار الى صفر استخدمت ملفين متعامدين، بس هيبقى التيار مش قيمة عظمى على طول، مرة قيمة عظمى ومرة اقل من القيمة العظمى. قول انت بقى، لاحظ انا عملت ايه؟ استخدمت ملفين وقسمت الاسطوانة الى اربع ارباع، يبقى هنا عملت ايه؟ خليت عدد اجزاء الاسطوانة ضعف عدد الملفات. طب لو استخدمت تلات ملفات، هنقسم الاسطوانة الى ست اجزاء، طب اربع ملفات، طب خمس ملفات، طب عشرين ملف، طب عدد كبير جدا من الملفات وبينها زوايا متساوية صغيرة. والنبي اللي توريني كده، والنبي وريني، هرسم لك رسمة، بس استحملني كل ده عشان اجيب لحضرتك سطر ونص من كتاب المدرسة تعرف تكتبه. ادي الملف الاول، الملف التاني يجي وراه كده، الملف الثالث وراه بزاوية كده، الملف الرابع كده، الملف الخامس كده، يبقى شكل الطرح ثابت الشدة تقريبا. عايز احصل على تيار يكاد يكون ثابت بالشكل ده، قول لي انت بقى تعمل ايه؟ استخدم عدد كبير من الملفات بينها زوايا متساوية صغيرة، وتقسم الاسطوانة الى عدد من الاجزاء مساويا ضعف عدد الملفات. كيف تزيد من كفاءة، كيف
تزيد من كفاءة مولد التيار الموحد الاتجاه. أزود كفاءته معناته نخليه يديني تيار ثابت الشدة تقريبا. فأعمل إيه؟ أستخدم عدد كبير من الملفات بينها زوايا متساوية صغيرة، وتقسم الاسطوانة المشقوقة إلى عدد من الأجزاء مساويا ضعف عدد الملفات، بحيث تتلامس الفرشتان مع جزئي الاسطوانة الذي يكون مستوى ملفهما موازي المجال، فنحصل على تيار اهو بقى ثابت الشدة تقريبا كده. يا ولاد يبقى في حلقة النهاردة جبنا ثلاث تيارات. التيار الاولاني كان تيار متردد، وحضرتك عرفت جا منين. التيار الثاني كان تيار موحد الاتجاه غير ثابت الشدة، ده تيار متردد، ده تيار مقوم. اما ده كان التيار بتاعنا اللي هو بقى تيار ثابت الشدة تقريبا. ادي التيار واحد، ادي التيار اتنين، ادي التيار تلاتة. واحد ده الدينامو بتاع الحلقتين، اتنين الدينامو بتاع الاسطوانة المشقوقة اللي هو الموحد الاتجاه، اما ده استخدم عدد كبير من الملفات بينها زوايا متساوية صغيرة، وتقسم الاسطوانة المشقوقة الى عدد من الاجزاء مساويا ضعف عدد الملفات. يبقى النسبة بين عدد اجزاء الاسطوانة الى عدد الملفات 2:1، لكن النسبة بين عدد الملفات الى اجزاء الاسطوانة 1:2. كلامك حلو. هو نطق مين؟ النسبة بين عدد اجزاء الاسطوانة الى عدد الملفات 2:1. استخدم عدد كبير من الملفات بينها زوايا متساوية صغيرة، وتقسم الاسطوانة الى عدد من الاجزاء مساويا ضعف عدد الملفات. العدد من الاجزاء مساوي ضعف عدد الملفات. هم كلمة عندي، تتلامس الفرشتان مع جزئي الاسطوانة الذي يكون مستوى ملفهما موازيا خطوط الفيض، فنحصل على تيار ثابت الشدة تقريبا، او تيار على فكرة مستمر. تمام، يلا بينا بقى سوا هناخد اخر جهاز في الفصل الثالث ده، والحمد لله كده يبقى خلص، اللي هو المحرك الكهربي. عارف ان احنا متأخرين، بس انا قولوا لي اعمل ايه بقى. المحرك الكهربي او الموتور. المحرك الكهربي ده درس مهم قوي على فكرة، وحندخل فيه حاجات مهمة وسهل جدا النتيجي ثانوية عامة. المحرك الكهربي الموتور الغرض منه تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية. يبقى مبدئيا عكس المولد. المولد الدينامو كان تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية، تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. لكن المحرك العكس، تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركة، أو تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ميكانيكية. تمام. المولد الكهربي كان بيعتمد فكرة عمله على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي المؤثرة على الأضلاع الطويلة لملف مستطيل من سلك نحاس معزول يدور حول محور موازي طوله داخل مجال منتظم. خلي بال حضراتكم، يدور، يبقى كلمة يدور دي دايما جوه قلبي وجوه عينيا. يدور حول محور موازي طوله في مجال منتظم. تمام. لكن المحرك الكهربي عزم الازدواج المؤثر على ملف مستطيل من سلك نحاس معزول، بس خلي بالكم الملف ده قابل للدوران، مش بيدور، هو قابل للدوران، يحمل تيار موضوع داخل مجال منتظم. كلامه واضح. هناك ملف مستطيل من سلك نحاس معزول يدور حول محور موازي طوله داخل مجال مغناطيسي منتظم، فأثناء دورانه بيتغير معدل قطع الفيض وتولد قوة دفع مستحثة ويمر تيار. لكن ده ملف مستطيل
من سلك نحاس معزول، الملف قابل للدوران، بيحمل تيار موضوع حرا داخل مجال مغناطيسي منتظم. هنا عزم الازدواج، هناك كنظرة الحس الكهرومغناطيسي. عايز اقارن بين المولد وبين اللي محرك، تمام. وكان في حد عزيز عليا جدا، استاذ الاستاذ الفاضل علي علوه، كان يعني كان ايه، كان كلمني في حكايه الاوضاع، فانا رديت عليه وقلت له والله انا مجبر بكتاب المدرسه ده، عايزكم بقى تشوف ابدا المحرك يبدا ازاي والمولد كان يبدا ازاي. المولد كان يبدا مستواه عمودي على المجال، لكن المحرك يبدا مستواه موازي المجال. طب ليه موازي المجال؟ عشان يبقى مستوى الملف موازي المجال فيتاثر بعزم ايه؟ ازدواج. لان لو مستوى الملف عمود على المجال هيبقى عزم ازدواج صفر. اعذرني استاذ الفاضل، يبدا بقى هنا المحرك ومستواه موازي المجال. انا عايز عزم ازدواج، انا عايز امر تيار ودينا عزم ازدواج، انا عايز عزم ازدواج اكبر ما يمكن، يبقى لازم أن يبدا مستواه موازي المجال. يبقى هنا في المولد كان ظاهره الحس الكهرومغناطيسي المؤثره على الاضلاع الطويله. الملف مستطيل يدور حول محور موازي طوله، لما يدور يقطع عدد متغير من خطوط الفيض ويقول لك دفعه مستحثه ومر تيار. هنا بقى يبدا ده كان الدينامو، المحرك يبدا مستواه موازي المجال عشان يتاثر بعزم ازدواج ويمر في تيار زي ما هنشوف، فبالتالي يدور، تمام. يبقى المحرك يعتمد على عزم الازدواج، والله كلامك حلو. المولد كان بيعتمد على ظاهرة الحس الكهرومغناطيسي، بس فكرني بحاجة، اوعى تنسى مستر عزت حاجة، لو نسيتها هنزعلوا منك. طب فكرونا اللي انا ناسي. خلي بالك، تقول لي ما احنا خدنا الجلفانوميتر كان بيعتمد على عزم الازدواج. الله، بس هل عزم الازدواج في الجلفانوميتر هو عزم الازدواج اللي انت تقصده في المحرك؟ لو انت قلت اي هنزعلوا منك. ليه؟ لأن الجلفانوميتر يجب ألا يدور في اتجاه ثابت ولا يدور باستمرار، لكن المحرك احنا عايزينه شغل مروحة، شغل غسالة، يبقى يجب أن يدور في اتجاه ثابت ويدور باستمرار. يبقى انت قدام ربنا، قدامنا كلنا، انت مطالب تقول الفرق بينهم ايه، تمام. فهنا تركيب المحرك ده عبارة عن ايه بقى؟ تركيب المحرك ده عبارة عن ايه؟ هناخد اول حاجة تركيبه. هقول مين معانا تليفون. الو، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا مستر؟ اهلا بيك يا وفاء، ازاي؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله، تمام. انا والدة ولاء. اهلا بيكي، تحت امرك. بتصل بحضرتك مخصوص يا مستر والله عشان اشكر حضرتك. حضرتك مدرس والله العظيم، اقسم بالله يعني نابغة والله. انا والله ما اعرفش حاجه عن الماده اللي حضرتك بتديها، لكن قعدت قدام حضرتك مره والله انا قمت حافظه الدرس. وانا والده ولاء اللي هي في ثانوي السنات. ماشي يا فندم، شكرا، انتم متشكرين جدا. الله يخليك، تموريني تحت امرك. محرك الكهربي ده بقى تركيبه عباره عن ايه؟ ملف مستطيل من سلك نحاسي معزول. ملف مستطيل من سلك نحاسي معزول مكون من لفة واحدة. ملف مستطيل من سلك نحاسي معزول A B C D. ملف مستطيل من سلك نحاسي معزول، تمام، مكون من لفة واحدة، له قلب من الهواء في حالة المحرك البسيط. ملف مستطيل من سلك نحاسي معزول مكون من لفة واحدة، له قلب من الهواء في حالة المحرك البسيط، أو مكون من عدد كبير من اللفات. تاني، تركيب المحرك الكهربي أو ملف مستطيل من سلك نحاسي معزول. ملف مستطيل من سلك نحاسي معزول مكون من لفة واحدة، له قلب من الهواء، تمام، أو مكون من عدد كبير من اللفات ملفوف حول قلب معدني على هيئة اسطوانة من الحديد المطاوع، مقسمة لشرائح معزولة عزل تم للحد من التيارات الدوامية، عشان خاطري والنبي ركزوا معايا، يحمل تيار موضوع داخل مجال مغناطيسي منتظم.
يحمل تيار موضوع داخل مجال مغناطيسي منتظم. واقروا النبي عشان خاطري كتاب المدرسة. المحرك البسيط عبارة عن ملف مستطيل من سلك نحاس معزول، تمام، مكون من لفة واحدة له قلب من الهواء يحمل تيار موضوع داخل مجال مغناطيسي منتظم. المحرك بقى الغير بسيط، المحرك المعقد المركب، ملف مستطيل من سلك نحاس معزول مكون من عدد كبير من اللفات ملفوف حول قلب معدن على أسطوانة من الحديد المطاوع مقسمة إلى شريح معزولة عزل تام للحد من التيارات الدوامية يحمل تيار موضوع داخل مجال مغناطيسي منتظم. ثانية واحدة، تليفون تاني معانا. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ؟ أهلا بيك حبيبتي، ازاي؟ الحمد لله كويس. مستر، هو أنا عندي مسألة في زي، يعني هو عايز القيمة اللي يقاس بيها دي تربية. قولي كده. دي تربية. أم سالب واحد. أم سالب واحد. أيوة. متر سالب واحد. متر سالب واحد. هرتز أس سالب واحد. كل دي وحدة واحدة. أيوة. طيب، يعني في تربيع أم سالب واحد. متر سالب واحد. أيوة. هرتز سالب واحد. هرتز سالب واحد. تمام، يبقى هو في تربيع. يقاس بها الفك الجهد. اتفضل تاني كده. تاني على مهلك. في تربيع أم سالب واحد، متر سالب واحد، هرتز سالب واحد. تمام. عايزة نعرف مين وحدة القياس بتاعته. ايوه. يلا بقى سوا. دي كانها ها دي تبقى الفولت. تمام، يعني دي فولت تربيع. ايوه. على اوم. على اوم تبقى هنا ممكن اقول فولت على اوم، امبير في في فولت. تمام، امبير فولت. كملي. على تبقى امبير في فولت على متر. تمام. وممكن هرتز اس سالب واحد، دي هنعملها ثانية. برافو. طب ها يعني وصلت لغايه هنا. ها هنا تبقى ثانية في متر، دي ممكن اقول يعني سرعة ولا على مهلك. يعني انت قلت فولت تربيع على اوم، مش كده؟ يعني كلهم وحدة واحدة. في كام؟ تحت في متر. ايه؟ تحت في متر، صح؟ ايوه. وبعدين بعد كده في ثانية. تحت في ثانية. انت قصدك الفولت على اوم تبقى امبير. طب امبير في ثانية، مش هنا اقول كولوم؟ تمام. ماشي، تبقى كده كولوم في امبير على ايه؟ اوم يعني في كولوم. تمام. على متر، صح؟ ايوه. بس هنا ما خلناش يعني الوحدة كده. بصي لي يا غالية حبيبتي، بصي لي كده والنبي قولي لي ليه منطوق بتاعه ايه؟ يعني هي بقول لك ايه السؤال؟ قال لك اصلا الوحدة، عايز الوحدة المكافأة والتي تقاس بها. تمام، كاتب لك فولت تربيع، صح؟ بص الوسط. ها؟ الو. ايوه يا مستر. كاتب لك فولت تربيع. تمام. اوم سالب واحد. اوم سالب واحد. متر سالب واحد. متر سالب واحد. هرتز سالب واحد. هرتز سالب واحد، يعني على ثانية، صح؟ ايوه. المتر لما انا احولها هتبقى فولت تربيع على اوم في متر في ثانية، صح كده؟ ايوه. تمام، ما عندك متر بقى في ثانية، ايه بقى اللي دخلها في القصة دي كلها بقى؟ الو. ايوه مستر. متر في ثانيه هنا السرعه. تمام، يعني انت عايزه تقول لي فرق جهد، صح؟ ده صح ولا ايه؟ ايه
عايزه تقولي فرق جهد على مقاومه في سرعه. فرق جهد على مقاومه في سرعه، صح كده؟ انا بقى اعلمك حاجه انا والنبي. بصلي كده، بصلي، اي حاجه فيها متر تبقى جايه من حاجه فيها نيوتن او جول. خلاص كده، بصلي، اكتب عندك الجول ده بيساوي نيوتن في متر. خلاص، اكتب عندك والنبي. والجول جول الجول بيساوي نيوتن في متر، صح؟ ماشي. طيب، والنيوتن كيلو جرام في متر على مين؟ على الثانية تربيع. في متر على الثانية تربيع بقى الجول ده كيلو جرام متر تربيع في ثانية سالب 2. ماشي، خلاص كده. انت معايا انت ولا ايه؟ معاكي. عارفه انت الفولت ده حطيه جول على ايه؟ كلوم. تمام، الفولت احطه هنا على، حطي لي جول تربيع على كلوم تربيع، وانت فك الوحده ديت وقولوا لي طلعت ايه. يعني احط الفولت هنا بكيلو؟ حط حبيبتي الفولت جول على كلوم تربيع، وانت فك انت الجول. بس ديت واحده كده مصنعه، ما عندكش واحده على فكره تقاس بيها دي. ماشي يعني. خلاص، عندك والنبي سؤال تاني قولي. ماشي، بس مول تفضلي قولي. كان في مساله بيقول سلك مقاومته ار، سلك مقاومته ار سمع، وسلك اخر طول نصف الاول وقطره يساوي نصف طول القطر الاول، والمقاومه النوعيه لمادته 4/3. كملي كده. سلك مقاومته ار، تمام، وسلك اخر طوله نصف طول الاول، تمام، وقطره يساوي نصف قطر الاول، تمام، والمقاومة النوعية لمادته 4/3. لمين بقى؟ من المقاومة النوعية للأول. شكرا، خليكي معايا في دي. بصي لي يا آية، يبقى رو اي 2 بتساوي 4/3 رو اي 1. سامعاني؟ أيوه. أهم حاجة تكون اداتيني المنطوق ده صح والنبي. أيوه. المقاومة النوعية للتاني 4/3 المقاومة النوعية للأول. خلاص؟ تعالي بقى معايا كده. الرو دي ار ايه على ال، يبقى ار 2 اي 2 على ال 2 بيساوي 4/3 ار 1 اي 1 على ال 1. تمام كده؟ ماشي. فكيلي بقى، انا هقولها لك وانت كمليها والنبي. اي 2 هتخليها باي ار 2 تربيع على ال 2 4/3 ار 1 تربيع باي ار 1 تربيع على ال 1. ضيع الباي دي مع ليه باي دي. تمام كده؟ ايوه. انت معايا ولا نايمه؟ ايوه مستر معاك. يبقى ار 2 ار 2 تربيع على ال 2 4/3 ار 1 ار 1 تربيع على ال 1. كملي لي بقى المعطيات اللي عندك. قال لك ايه؟ طول الاخر يعني طول الثاني نصف طول الاول. يبقى لو طول الاول ال، يبقى الثاني ده ال على 2. كملي. على 2 وقطره يساوي نصف قطر الاول. تمام، لو نصف يبقى لو نصف قطر الاول ده ار، يبقى ده حب ار على 2. ايوه. ربعيه بقت اي تربع على 4. فكيها وطلعي النسبه، هتبقى 8/3. وانت على فكره عارفاها، 8/3 مظبوط. ماشي، خلاص، تحت امرك. ماشي. مصطفى والنبي، من هو بقى المحرك الكهربي؟ المحرك الكهربي تركيبه قلنا ملف مستطيل من سلك نحاسي معزول مكون من لفة واحدة. ملف مستطيل من سلك نحاسي معزول مكون من لفة واحدة، له قلب من الهواء في حالة مولد، في حالة مين؟ المحرك البسيط. أو مكون من عدد كبير من اللفات
ملفوف حول قلب معدن لات اسطوانه من الحديد المطوع مقسمه لشرائح معزوله عزل تام، موضوع داخل مجال مغناطيس منتظم. مهم قوي دول قطبي مغناطيس بقى مالهم؟ مقعري الوجهين. مقعري الوجهين بقى ليه؟ لتجميع وتركيز المجال وجعل انصاف اقطار، يعني جعل بقى المجال ثابت. ادي نورس وادي ساوس. قطبي مغناطيس مقعري الوجهين ليه الكلام ده؟ لتجميع وتركيز المجال وجعل المجال ثابت، علاج انصاف اقطار. خلي بالك تمام. هنا بقى ايه بقى اللي حصل؟ ينتهي طرفيه بمين؟ باسطوانه نحاسيه شقت شقا طوليا الى نصفين، نفس الكلام من شويه، معزون عزل تام اكس وواي. ادي اكس اهو وادي واي، توضع بحيث يكون الخط الواصل بين نصفي الاسطوانه بوازي خطوط الفيض، بحيث تتلامس الفرشتان مع نصفي الاسطوانه عندما يكون مستوى الملف موازيا للمجال، لكن يلمس الماده العازله اما يكون مستوى الملف عمود على المجال. الفرشتان متصلتان بمصدر للتيار المستمر. الفرشتان متصلتان بمصدر للتيار الايه؟ المستمر. ماشي. يبقى هنا ده اسمه تركيب مين؟ مولد التيار او تركيب محرك الكهربي. تليفون معانا؟ الو 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 ايوه الو الو ايوه الو معاكي سامعك. ازيك يا مستر؟ اهلا بيك. ازاي عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله. تمرين حضرتك؟ عايز اسال سؤال يا مستر. اتفضلي حبيبتي. انا ايفا من مغاغه. اهلا بيك يا ايفا، اهلا بمغاغه. ملفان ها متزاورين تمام، ايه و بي حلو، عدد لفاتهم ها 100 لفه و 200 لفه على الترتيب. 100 لفه و 200 لفه. فاذا مر تيار شدته 2 امبير في الملف انهون الملف ايه تمام، ناتج عنه فيض في نفس الملف 3 في 10 سالب 4 ويبر. سالب 4 ويبر. هو في الملف بي وفي الملف بي سمعت 1.5 في 10 سالب 4 ويبر. سالب 4 ويبر تمام. اوجد معامل الحث الذاتي للملف ايه تمام، ومعامل الحث المتبادل بين الملفين تمام، ومتوسط الاي ام اف في الملف بي تمام عندما ينعدم التيار في ملف A 1/10 ثانية. حلو تمام. ايفا سيليا يا ايفا، الاول وطلت التلفزيون سنه واحده بعد اذنك. تمام تمام. بصي لي ايفا ماشي، يا ريت ايفا بقى تبقى ايه مشتركه معايا وكلكم طبعا. ادي ملف ايه وادي ملف بي، انت عايز مني حاجتين، عايز مني معامل حس الذات للملف ايه، هنطبق القانون ان دلتا فاي بتساوي ال دلتا اي. مش لازما احل المساله زي انت ما انت عايز، انا بحل المساله باي فكره. هنا القانون ده مدرسه على الهوا قايلاه، كاتبه ان دلتا فاي بتساوي ال دلتا اي، ده لحساب معامل، لحساب معامل حس الذاتي لملف بمعلوميه عدد لفاته والتغير في فيضه والتغير في تياره. تليفون تاني. الو الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. انا صح كنت بسال سؤال. عينيا اتفضل. اذا كان زمن وصول التيار المتردد سمع الناتج من الدينامو من الصفر الى قيمته الفعاله هو 9 ام سمول اس،
تسعة ايه؟ ام سمول اس، يعني 9 ملي ثانية. اه تمام. فان الزمن وصوله من الصفر الى نصف قيمته العظمى هو تمام تمام. وفي حاجة تانية بس، اتفضل لو سمحت، هو الجدول اللي منزلاه الوزارة هو اللي هيطبق؟ الجدول اللي كده منزلاه الوزارة ده جدول استرشادي، وغالبا بيكون بنسبة 95% صحيح. تمام. هو انا بس انا عاوزه عشان الفيزياء مدي قبلها وقت كبير، او سيارتي يكون هو تاني يعني. هو احنا انا علمي علوم. تمام. فهو هيبقى في اجازة قبل الفيزياء حوالي 13 يوم. تمام. فهو ياريت يكون هو ده اللي هيتطبق. يعني انت عايز من خلال مدرسة على الهوا طلب لمعالي وزير التعليم، ايوه، ان يكون هو الجدول ده يكون هو الجدول الصحيح. أوه. ان هو يراعي اجازة اخر رمضان ويراعي اجازة العيد بالزبط. ويدينا فرصة ناخد نفسنا يومين بالزبط. واحنا نبدأ نشتغل في الامتحان بالظبط. لو هو... كان لو كان بيدي ماشي، انا ياريت انا حوافق عليك على كده. اه يعني هو احلى حاجة ان هو مخلي العربي والفرنساوي والاحصاء والاقتصاد في رمضان، والباقي المواد هتبقى بعد رمضان، يعني دي احلى حاجة الصراحة. تمام. ده رأي تقريبا، وفي اكتر من حد كلمني النهاردة بما في ذلك اولياء امور بيقولوا يا ريت، يعني هم فرحانين ان في حد مراعي ظروف الطلبة. على فكرة هي ديت الحقيقة، هي دي الحقيقة، ان فعلا الوزارة بتراعي ظروف الطلبة جدا. فاحنا بنقول من خلال مدرسة على الهوا يا ريت صوت طلبة مصر ومدرسة على الهوا يوصل معالي وزير التعليم، يا ريت الجدول ده يكون هو الصحيح. بس انا شك انه ما يبقوا كام 13، ممكن يبقوا 11 10 معقول يعني. تمام. بس هو يا ريت بقى ما يكونش الامتحان صعب، يا ريت. الامتحان صعب بقى ديت على فكرة ديت في ايد اللي بحط الامتحان، بس انا متأكد ان الامتحان والله العظيم من كتاب المدرسة. وبعدين لعلمكم يعني فيه في معلومة وانا برضو هتأكد منها، بلاش حكاية وحدات القياس دي. اه يا ريت بالله. لا 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 سنة بس، انا هتأكد منها تاني وارجع، لو صح اقول انا صح، لو غلط هقول انا غلط وقلت كذا. يعني على فكرة انا كده وانا قاعد قدامكم كده، ربنا اعلم، بكون بحاول ابقى صادق قد ايه. عشان دايما الوحدات تنمانش بهتم بيها قوي على فكرة. اتفضل. تمام ماشي. هو لو موضوع الوحدات ده بجد يبقى احسن. لا على فكرة ده الفكر ده معروف يعني مظبوط. وبعدين انا هسأل تاني وراح انقل الرأي مسؤول رقم واحد في مصر عن الموضوع ده. تمام. اتفضل. تمرني تاني؟ ماشي شكرا. اتفضل. بص يا اخوانا انا هنحل ده وارجع انا احل المسألة تاني. يا ريت ابن الفاضل ابن مدرسة على الهوا يسمعني. سيتا بتساوي 2 باي اف تي. تمام. برضو على فكرة مدرسة على الهوا هي رقم واحد كانت وجهة نظرها في حل هذه الاسئلة. سيتا بيساوي 2 باي اف تي. حبيبي قال لي الزمن اللازم للوصول للقيمة الفعالة 9 ملي ثانية. انا عشان اعمل قيمة فعالة يبقى الزاوية دي 45، يبقى 45 بيساوي 2 باي اف تي 1. تمام. هو عايز الزمن اللازم عشان نوصل نص قيمة عظمى. نص قيمة عظمى معناها اعمل زاوية 30، يبقى 30 بيساوي 2 باي اف 2. يا ريت لو له تعليق تاني يتصل بيا ايه قول لي. لو عايز قيمة عظمى انا عايز 90 بيساوي 2 باي اف تي. على فكرة انا بعرف سؤالك وانت بتقوله لي من صوتك بيوصلني حاجة على فكرة غير اللي هي في السؤال. انا اخترت طريق سهل، لكن ممكن زميل ليا تاني يحل حل تاني ويبقى برضك الاتنين صح. من صوتكو انا بفهم انت عايز توصلني ايه. هنا 45 بيساوي 2 باي اف تي. طبعا الزاوية الزمن اللازم عشان يوصل قيمة عظمى هو الزمن اللازم عشان نعمل زاوية 90. هايل. والزمن اللازم عشان يوصل نص قيمة عظمى هو الزمن اللازم عشان يعمل زاوية 30. والزمن اللازم عشان يعمل قيمة فعالة هو الزمن اللازم عشان يعمل زاوية 45. فأنا هنا خدت اللي قالهم ابني الفاضل بتاع ابن اسكندرية، قال 45 دي القيمة الفعالة. طب 30 نص القيمة العظمى. طب ما تيجي نقسم كده على بعضهم، يبقى 45 على 30 هتساوي تي 1 على تي 2. تمام. خلاص. طب نختصر دي على 15 فيها الثلاثة دفاع الاثنين
هنعوض كده حبيبي ابني الغالي توام بتسعة ملي ثانية، وادي تي تو بقى احنا عايزينها. نختصره كده مع ايه بعضنا، هتبقى على فكرة تي تو دي اضربوا لي 2 في 9 تبقى 18 على 3 تبقى 6 ملي ثانية، وممكن اي حل اخر صحيح. انا بحب التراضي يا اخوانا، سي تساوي 2 باي اف تي، الزمن اللازم عشان اوصل قيمة عظمى احط سيتا ب90، الزمن اللازم عشان اوصل نص قيمة عظمى احط سيتا ب30، الزمن اللازم عشان اوصل قيمة فعالة احط سيتا ب45، او اي زاوية تانية تحسبها من اي بتساوي اي ماكس ساين سيتا كده. انا على فكرة وصلت المعلومة في منتهى البساطة، لكن لو رأي اخر علم صحيح ما عنديش اي مانع. نرجع بقى تاني لمسألة بنتنا مغاغة. مغاغة اهلا، هي طلبت مني هات لي معامل حس الذاتي. معامل حس الذاتي مدرسة على الهوا قالت لكم ان دلتا فاي بتساوي ال دلتا اي، يستخدم هذا القانون لحساب معامل حس الذاتي. معامل حس الذاتي بمعلومية عدد اللفات والتغير في الفيض والتغير في تيار نفس الملف. بنت الغالية عايزة معامل حس الذاتي للملف ايه، عوض عن عدد لفات الملف ايه بمية. اسمعيني بقى، الدلتا فاي لما مر تيار 2 امبير كان الفيض 3 × 10^4، لما انعدم التيار اصبح الفيض 0، فاصبح الدلتا فاي سالب 3 × 10^4 بتساوي ال اهي الدلتا اي، كان الاول ب2 اصبح بصفر اصبح سالب 2، سالب ضاعت مع سالب. اختصري طلعي لي بقى مين، تطلعي لي ال ده. ممكن ده على فكره فيها الواحد، دي فكره ده فيها ال50، السالب ضاعت مع سالب يبقى 3 × 50/10^4، تمام، تبقى 150/10^4، يعني يبقى على فكره كام وجنبها هنري. ده عشان نجيب معامل حس الذات للملف ايه. لكن عشان تجيب معامل حس المتبادل بين الملفين هتبقى ال، هتاسف، هتبقى ان 2 دلتا فاي 2 بتساوي ام دلتا اي 1. يعني ايه؟ لحساب معامل حس المتبادل بين ملفين بمعلومية عدد لفات الملف الثاني والتغير في فيض الثاني والتغير في تيار الاولاني. ده للملف بي، ده للملف ايه. ثانية واحدة، للملف اكتب 200 في دلتا فاي بقى للملف بي، كان الاول 1.5 × 4 لما كان التيار 2 انعدم يبقى اصبح 0، يبقى اصبح دلتا فاي سالب 1.5 × 10^4. اما انا عايزها دلتا اي 1 هتبقى سالب 2، واحسبها شوف كام هنري. القانون الاول لحساب معامل الحس الذاتي للملف الاول بمعلومية عدد لفاته والتغير في فيضه والتغير في تياره، امنا لحساب معامل حس المتبادل بمعلومة عدد لفات الملف الثاني والتغير في فيض الثاني والتغير في تيار الملف الاول. بنت الغالية فضل لها مطلوب واحد احله لها بعد التليفون ده. الو، مش اسف الاتصال راح. مطلوب بقى التاني على فكرة كان عايزة مني مين بقى، كانت عايزة مني قاف د الكاف المستحسة في الملف بي. انت جبت ال معامل حس الذات الملف الاول، جبت معامل حس المتبادل للملف الثاني، تمام، عايزة كده تجيبي لي بقى قاف د الكاف المستحسة في الملف بي. اي ام اف المستحسة في الملف بي قدام حضرتك طريقين، سالب ان 2 دلتا فاي 2 على دلتا تي، او حضرتك قدامك سالب ام دلتا اي 1 على دلتا تي، تمام. سالب ان، ان الملف الثاني كانت ب 200، الدلتا فاي بتاعته خلي بالك سالب الملف الثاني 1.5 × 10^4 على الزمن كان 1/10. يا اما تقولي سالب ام، شوف اما هتطلع كام بعد اذنك، دلتا اي هتطلع سالب 2/1، تطلع للقاف د الكاف المستحسة في الملف الثاني، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع تاني يا رب نلحق نخلص بقى المحرك الكهربي، عارف بقى الوقت الزنقة اللي انتوا فيه.
واتمنى لكم كل خير بعد كده ان شاء الله تعالى. بص يا عمنا ماشي. طيب تليفون معانا. الو الو ازيك يا مستر؟ الو الو ازيك يا مستر؟ اهلا حبيبي ازيك؟ معلش كان عندي سؤال بس. اتفضل يا حبيبي تحت امرك. ورسمه مرسومه يعني. قول الرسمه يا رب افهم الرسمه دي. اتفضل. لا سهله ان شاء الله. ان شاء الله. هي سلك جاي من الشمال للجنوب. سلك جاي يعني من الشمال للجنوب كده زي ما انا رسمه كده. انا مش قدام التلفزيون بقى. طب ماشي. طب قول اتفضل. هو السلك جاي من الشمال للجنوب، الشمال في ايه والجنوب بي؟ الشمال ايه والجنوب بي؟ والجنوب بي. تمام. موضوع في فيض مغناطيسي، عمود على الصفحه للداخل. عمود على الصفحه للداخل، كورسات للداخل كده. تمام تمام. واتجاه الحركه ناحيه اليمين، يعني السلك ده رايح يمين الصفحه كده. تمام. بيقول عند تحريك السلك في المجال يكون الجهد والتيار. حلو خالص. من A ل B ولا من B ل A؟ حاضر. ولا التيار من A من A ل B والجهد من B ل A؟ حاضر. بص لي حبيبي الغالي، السلك اللي بيتحرك في مجال احمد. نعم. السلك اللي بيتحرك في مجال مغناطيسي يعمل كبطارية. تمام. سمعني يا ابو حميد؟ تمام. السلك اللي بيتحرك في مجال مغناطيسي يعمل كايه؟ بطاريه. بطاريه. واتجاه التيار داخل بطاريه منين؟ من السالب للموجب. شكرا. من السالب للموجب. يبقى داخل البطاريه اتجاه التيار من الاقل جهد للاعلى جهد. حلو. تمام. يبقى اتجاه التيار في السلك برضه يبقى من الاقل جهد للاعلى جهد. تمام. متفق معايا؟ تمام. هنطبق قاعده فيلمينج لليد اليمنى. السبابة عموده للداخل. تمام. احمد. تمام معاك يا مستر. انت قاعد على ترابيزة صح؟ صح. تمام. والنبي اعمل لي السبابة بتاعك عمود على الترابيزة، وخلي الابهام بتاعك يروح ناحية اليمين. تمام. التيار من بيل ايه؟ شكرا. يبقى التيار ماشي لي من تحت كده من بيل ايه. يبقى اتجاه التيار من بي الى ايه. حلو. تمام. ويبقى اللي تحت سالب. مظبوط. واللي فوق موجب. يبقى مين الاعلى جهد، نقطه ايه ولا نقطه بي؟ ايه. شكرا. ايه اعلى جهد من بي، واتجاه الجهد دايما من الاقل الى الايه؟ للاعلى. للاكبر. يبقى نقطه جهد ايه اعلى من جهد بي، والتيار اتجاهه من بي الى ايه، واتجاه الجهد من بي الى ايه. يبقى تبقى بي الايه. تمام. وصل. تمام. ايه بقى اللي حل يا احمد؟ ان السلك يعمل كبطاريه. خلاص. تمام. تؤمر حبيبي. لا شكرا مستر. اتفضل حبيبي. شكرا. تحت امرك. اتفضل. المحول، اسف، المحرك الكهربي. تمام. تركيبه ملف مستطيل من سلك نحاسي معزول، مكون من لفه واحده، له قلب من الهواء يحمل تيار موضوع داخل مجال منتظم، ده في حاله المحرك البسيط، او ملف مستطيل مكون من عدد كبير من اللفات ملفوف حول قلب معدني على هيئة أسطوانة من الحديد المطاوع، مقسمة لشرائح معزولة عزل تام للحد من التيارات الدوامية، يحمل تيار موضوع داخل مجال مغناطيسي منتظم بين قطبي مغناطيس مقعري الوجهين لتجمعه تركيز المجال وجعله لاية أنصاف أقطار، يعني المجال هنا ثابت. الله يرضى عليكم. ينتهي طرفي الملف بأسطوانة نحاسية شقت شقا طوليا الى نصفين معزولين بينهم مسافة فاصلة، بحيث يكون الخط الواصل بين نصفي الاسطوانة ماله بقى موازيا خطوط الفيض. الخط الواصل بين نصفي الاسطوانة موازيا خطوط الفيض، بحيث تتلامس الفرشتان مع نصفي الاسطوانة الذي يكون مستوى ملفهما موازي المجال. الفرشتان متصلتان مع مصدر للتيار المستمر اللي هو بطارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركزوا معي جدا بقى. هقول الآتي: يبدأ المحرك ومستواه موازي المجال. شكرا. يبدأ المحرك ومستواه موازي المجال، بحيث تتلامس الفرشاة F1 مع نصف الاسطوانة X والفرشاة F2 مع نصف الاسطوانة Y. ادي الملف A B C D. يبدأ المحرك ومستواه موازي المجال، بحيث تتلامس الفرشاة F1 مع نصف الاسطوانة X، F2 مع نصف الاسطوانة Y، فتكون الفرشاة F2 موجبة والفرشاة F1 سالبة.
فيمر تيار في الملف اي بي سي دي، يكون تيار اي بي الاعلى وتيار سي دي الاسفل. استاذ الفاضل يبدا المحرك ومستواه موازي المجال، كتتلامس الفرشاه اف 1 مع نصف الاسطوانه اكس والفرشاه اف 2 مع نصف الاسطوانه واي، تكون الفرشاه اف 2 موجبه والفرشاه اف 1 سالبه. يمر تيار في الملف اي بي سي دي، يكون تيار اي بي الاعلى وتيار سي دي الاسفل. وحسب قاعده فليمنج بقى لليد اليسرى، يتاثر الضلع اي بي بقوه عموديه والى خارج الصفحه اي. التيار حددته في اضلاع المولد عن طريق قاعده فليمنج اليد اليمنى، في قاعده فليمنج اليد اليمنى، لكن اتجاه حركه الاضلاع في المحرك قاعده فليمنج اليد اليسرى. الله يرضى عليكم. فهنا بتقول يبدا المحرك ومستواه موازي المجال، الفرشاه اف 1 تلامس نصف الاسطوانه اكس واف 2 تلامس نصف الاسطوانه واي، تكون اف 2 موجبه اف 1 سالبه. يمر تيار في الملف اي بي سي دي، يكون تيار اي بي الاعلى وتيار سي دي الاسفل، تيار اي بي الاعلى تيار سي دي الاسفل. فحسب قاعده فليمنج اليد اليسرى، يتاثر الضلع اي بي بقوه عموديه والى مين؟ حسب قاعده فليمنج اليد اليسرى يتاثر قوه عموديه والى اسفل. تمام، ادي السبب مجال الوسطى تيار، يبقى الابهام حركه، يبقى ده حب عمود على الصفحه وللداخل. تمام، بينما يتاثر الضلع سي دي بقوه عموديه على الصفحه والى الخارج. مستر عزت، انا جالي السؤال ده وانا اتربكت. طب اتربكت ليه؟ اصل انا لقيت سؤال سهل وانا بخاف اصلا من قاعده فليمنج اليد اليسرى دي، ما بحبهاش، والسؤال سهل فانا اتربكت اكتر. والله بفهمك من احساسك، ما تخافش. قول يبدا المحرك ومستواه موازي المجال، اف 1 تلامس نصف الاسطوانه اكس، اف 2 تلامس نصف الاسطوانه واي، اف 2 موجبه، اف 1 سالبه، يمر تيار في الملف اي بي سي دي، تيار اي بي الاعلى، تيار سي دي الاسفل. وحسب وحسب قاعده فليمنج اليد اليسرى، يتاثر الضلعين اي بي وسي دي بي، قوتين متساويتان مقدارا، متضادتان اتجاها، خط العمل ليس واحد بل متوازيتان، ينشا عنهم ازدواج يسبب دوران الملف. حلو، شكرا. دوران الملف في اتجاه ما مع او عكس عقارب الساعه. الملف بتاع ده بعد اذنك هيدور كده، ده عمودي والى اسفل، عمود هيقربق من يمين الصفحه الى شمال الصفحه، هيلف كده. تمام، يبقى نمره واحد، يبدا المحرك مستواه موازي المجال، اف 1 تلامس نص تلامس الاسطوانه اكس نص اكس، اف 2 تلامس النص واي. تمام، تبقى اف 2 موجبه، اف 1 تبقى سالبه. يمر تيار في اضلاع المحرك اي بي سي دي، يكون تيار اي بي الاعلى، تيار سي دي الاسفل. حسب قاعده فليمنج اليد مين؟ اليسرى، يتاثر الضلع اي بي بقوه عموديه على الصفحه وللداخل، والضلع سي دي قوه عموديه على الصفحه والى الخارج. هاتان قوتان متساويتان مقدارا، متضادتان اتجاها، خط العمل ليس واحد بل متوازيتان، ينشا عنهم ازدواج يسبب دوران الملف. شكرا. اسمعني بقى، مع دوران الملف بيحصل ايه؟ بيقل البعد العمودي. قول لي ازاي؟ ازاي يقل البعد العمودي؟ لو انا كنت بادئ كده، تعال نجيب ورقه تانية كده، لو انا كنت انا بادي كده، تمام، يعني ادي مستوى الملف اهو، كان مستوى الملف ده كان بادي كده وكان موازي المجال، كانت فيه قوه كده والتانيه كده. البعد العمودي هو اقصر مسافه بين خطي عمل قوتين. البعد العمودي هو المسافة الزرقاء دي اللي هي عرض الملف بالظبط. لما الملف ده دار وجنة كده اهو، اصبح مستوى الملف اهو، القوة دي يا ولاد تنت كده عشان القوة عمودية على المجال، وتنت كده عشان عمودية على المجال. الملف دار وعمل زاوية اهو، هات لي بقى البعد العمودي، هتجيب لي ده كده. الله، يبقى البعد العمودي قل، بدل ما كان الازرق كله
بقى جزء منه. ما تخافش بقى، انت بتقول مع دوران الملف بيقل البعد العمودي تدريجيا ويقل عزم الازدواج تدريجيا حتى ينعدم. مع دوران الملف بيقل البعد العمودي تدريجيا ويقل عزم الازدواج تدريجيا حتى ينعدم، يصبح مستوى الملف عمود على المجال، عندئذ تتلامس الفرشتان مع المادة العازلة بالنصفي الاسطوانة، تتلامس الفرشتان مع المادة العازلة بالنصفي الاسطوانة. ده المفهوم الفيزيائي اللي أنا عايزك تقوله. مع دوران الملف بيقل البعد العمودي تدريجيا، يقل عزم الازدواج تدريجيا حتى ينعدم، يصبح مستوى الملف عمود على المجال، الفرش تلامس المادة العازلة ولا يمر تيار. تمام؟ يبقى بدأ المحرك ومستواه موازي المجال. F1 لمست X، F2 لمست Y، كانت F2 موجبة، F1 سالبة. مرة تعرف الملف ABCD كان تيار AB الأعلى، تيار CD الأسفل. حسب قاعدة فيلمنج اليد اليسرى، يتأصل الضلع AB بقوة عمودية وإلى خارج الصفحة، CD قوة عمودية وإلى داخل الصفحة. هاتان قوتان متساويتان مقدارا، متضادتان اتجاها، خط العمل ليس واحد بل متوازيتان، تعمل الازدواج يسبب دوران الملف. مع دوران الملف بيقل البعد العمودي تدريجيا، فيقل عزم الازدواج تدريجيا حتى ينعدم، يصبح ساعتها بقى مستوى الملف عمود على المجال، تتلامس الفرشتان مع المادة العازلة، مع الفاصل، مع المسافة الفاصلة بالنصفي الاسطوانة، ولا يمر تيار. ولكن بخاصية القصور الذاتي، الجسم المتحرك يظل متحرك والجسم الساكن يظل ساكن. انا بكده صنعه بشكل خليه قابل للدوران، قابل للانزلاق. شكرا. بفعل القصور الذاتي يكمل ملف دورانه حتى يعود مستواه موازي المجال مرة اخرى، ولكن كل ضلع يحل محل الاخر، كل ضلع يحل محل الاخر. يجي لكم هنا اما على فكرة قطبي المغناطيس الثابتين زي ما هما، المقعرين، وده مجال ثابت ومقسمة الى اقراص، وكلها ليلة جميلة وحلوة. نورس ساوس او ادي بقى مين المجال زي ما هو، ونصفي الاسطوانة بقى اوعى تنسوا، كل منهما يحل محل الاخر. يجي لي هنا على فكرة، جالي هنا سي دي وراح لي هنا اي بي، هنا جت لي مين يا ترى؟ جت لي هنا بعد اذنك اكس وراحت هناك واي. ادي الفرش اهي زي ما هي اف 1 وادي اف 2 اهي، وادي قطب. على فكره الفرشه دي موجب على الدوام، اف 2 سالب على الدوام، بس جت لك هنا اكس وراحت هناك واي. يكمل الملف دورانه بالقصور الذاتي حتى يعود مستواه موازي المجال، ولكن ايه بقى؟ كل ضلع يحل محل الاخر، والنصف اكس يحل محل النصف واي، فينعكس اتجاه التيار في اضلاع المحرك، يصبح تيار سي دي الى اعلى، تيار اي بي الى اسفل، فيتاثر الضلع بقى سي دي بقوه عموديه على الصفحه والى الداخل، والضلع اي بي قوه عموديه على الصفحه والى الخارج. هاتان قوتان متساويتان مقدارا، متضادتان اتجاها، ينشا عنهم ازدواج يسبب دوران. مع الدوران برضك يقل البعد العمودي حتى يصبح مستواه مين؟ يقل البعد العمودي تدريجيا، فيقل العزم تدريجيا حتى ينعدم، يصبح مستواه عمودي. يكمل دورانه بالقصور الذاتي، يعود كما كان اول مره، وهكذا كل دوره. يبقى انا بدات بعزم ازدواج قصور ذاتي، عزم ازدواج قصور ذاتي، رجعت الى كما دار اول مره. عايزك تقول لي ايه بقى؟ ايه وظيفه الاسطوانه المشكوكه في المحرك بقى؟ دي مهمة. اولا القلب المعدني في المحرك مقسم الى شرائح معزولة عزل تام، لان اثناء دوران الملف بيتغير عدد خطوط الفيض اللي بتقطع الاسطوانة وبتولد فيها تيار دوامي، يبقى لازما مقسمة لشرائح معزولة عزل تام عشان تحد من التيارات الدوامية. تمام. خلي بالك، بص لي كده، جت على فكرة سؤال قال له ليه؟ قال له قارن بالاسطوانة في مين؟ في المحرك، والاسطوانه في مين؟ الجلفانوميتر. في الجلفانوميتر كان القلب المعدني مصمت على فكره، لانه بيعمل على ثبوت المجال وعزم الازدواج، وبعدين لا يحدث فيه تيارات دواميه.
ده اثناء دورانه على فكره بيتغير معدل قطع الفيض، عشان مره التيار صفر مره قيمه، مره صفر مره قيمه، يعني بيتغير عدد خطوط الفيض المغناطيسي اللي بتقطع القلب، فيولد فيه تيار دوام، عشان كده القلب مقسم الى شرائح معزوله عزل ايه تم، علشان نحد من مين بقى التيارات الدواميه. تمام، خلي بالك من النبي. طب انت عايز توصلنا ايه؟ حاجه مهمه قوي، الله يرضى عليك، دور الاسطوانه النحاسيه المشكوكه في المحرك توحيد اتجاه الدوران، توحيد اتجاه الدوران، دور الاسطوانه المشكوكه في المحرك توحيد اتجاه الدوران. اسمعني والنبي، دور الاسطوانه المشكوكه في المحرك الكهربي تعكس اتجاه التيار في اضلاع المحرك كل نصف دور، تعكس اتجاه التيار في اضلاع المحرك كل نصف دور، كي يدور المحرك في اتجاه ثابت ويدور باستمرار. الله يرضى عليكم، السبب في دوران المحرك في اتجاه ثابت هو نصفي الاسطوانة المشكوكة، بتعكس اتجاه التيار في اضلاع المحرك كل نصف دور، كي يدور المحرك في اتجاه ثابت، يعني بيبقى اتجاه الدوران ثابت، يعني اتجاه عزم الازدواج في نصف الدورة الاول هو نفس اتجاه عزم الازدواج في نصف الدورة التاني. لكن مين السبب في استمرار دوران الملف؟ الكسور الذاتي. ودور الكسور الذاتي استمرار دوران الملف، خاصة عندما يكون مستوى الملف عمود على المجال، يبقى عندما ينعدم تأثير عزم الازدواج يبان الكسور الذاتي. أما دور الاسطوانة النحاسية المشكوكة، دور الاسطوانة النحاسية المشكوكة توحيد اتجاه الدوران، إنها بتعكس اتجاه التيار في أضلاع المحرك ونصف دور، عشان المحرك يدور في اتجاه ثابت. حاجة مهمة جدا، ركزوا معايا والنبي عشان الوقت قرب، عشان أحاول يخلص. دور إيه الفرق بين المحرك وبين الجلفانوميتر؟ الجلفانوميتر لابد أن لا يدور في اتجاه ثابت ولا يدور باستمرار، ده مهم قوي النبي. الفرق بين المحرك والجلفانوميتر، الجلفانوميتر لابد أن لا يدور في اتجاه ثابت ولا يدور باستمرار، فيجب أن ينتهي ملفه بمين يا ترى؟ بزوج من الملفات الزنبركية تحدث ازدواج لي مضاد في الاتجاه للازدواج المحرك. تمام، والاسطوانه قلنا بقى مصمطه غير مقسمه. اما المحرك لابد ان يدور في اتجاه ثابت ويدور باستمرار، لذا ينبغي ان ينتهي طرفاه باسطوانه نحاسيه شقت شقا طوليا الى نصفين معزولين تعكس اتجاه التيار في اضلاع المحرك كل نصف دوره، كي يدور المحرك في اتجاه ثابت، والاسطوانة مقسمة إلى شرائح معزولة عزل تام عشان تحد من التيارات الدوامية. تمام، ارجع لي بقى، لو عندي ملف واحد اللي هو في حالة المحرك البسيط، لو ده ملف واحد هتبقى سرعة دورانه مرة قيمة عظمى مرة أقل من قيمة عظمى، ما النتائج المترتبة على استخدام ملف واحد في المحرك الكهربي. لو استخدمت ملف واحد هتبقى سرعة الدوران تتغير ما بين قيمة عظمى وأقل من القيمة العظمى. طب أنا عايز بقى نثبت سرعة الدوران، عايز أثبت سرعة الدوران. تمام، أثبت سرعة الدوران إزاي؟ هستخدم يعني أو كيف تحصل على عزم ازدواج ثابت قيمة عظمى اللي إزاي تزود كفاءة المحرك الكهربي؟ أستخدم عدد كبير من الملفات بينها زوايا متساوية صغيرة، وتقسم الاسطوانة إلى عدد من الأجزاء مساوي ضعف عدد الملفات. تمام، وتتلامس الفرشتان مع جزئي الاسطوانة الذي يكون مستوى ملفهما موازي المجال، هنا هنحصل على عزم ازدواج ثابت قيمة عظمى، وتبقى السرعة بتاعته من بقى ثابتة. إخواني حضرات، دور الحس الذاتي في المحرك ده ملغي. تمام، دور الحس الذاتي في كده المحرك ده ايه؟ ملغي. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى لكم التوفيق دائما، واسمع بيكم وعنكم كل خير، و
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.